أسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير. صباح الخير عليكم من القشلة، منبع الجمال والهدوء والفن. هذا المكان التراثي الحكومي آنذاك من وسط العاصمة بغداد، من بغداد القديمة. نبدأ حلقتنا ويا أهلنا وناسنا، ابقوا يانا. أهلا بكم أحبتي من جديد. نبدأ صباحنا لهذا اليوم من وسط العاصمة بغداد وفي القشلة تحديدا. هذا اليوم الجميل بهذه الأجواء الصباحية الهادئة، نبدأ مشوارنا بحلقة صباحية من برنامج صباح آنا. حياكم الله ونبدأ ويا عوانا الكريمة. صباح الخير سيد. صباح. شلون الصحة؟ الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. شلون صباحكم اليوم؟ يعني جو حار. حار. اي بس الحراره وات الجو. زين بالنسبه للاجواء تحبون المتنبي هيك وقت؟ اي طبعا اكيد. اي طبعا زي. اكيد اجواء حلوه ولطيفه والعوائل حلوه. منو يجي وياكم دائما؟ دائما اخذ بنات اخوي ونطلع سوا. اها. زين بنات اخوي شو انه يعني الشابات الصغار في هذا الجيل. اكثر الاماكن اللي يحبها ابن المتنبي شو يختار؟ دائما الاماكن التراثيه. احب اني اطلع مع القديم. حلو. دائما الشيء القديم الى بصمه. يعني عندنا اطلاع على هذا الموضوع؟ طبعا اكيد. جيد. زين بالنسبه لجيلك ايه؟ شنو اللي اكثر شيء مفضل عندكم؟ هم الاشياء القديمه، لان احنا تربينا كلنا على القديم وعلى الشغلات القديمه ونحب الاماكن التراثيه القديمه. اه. نلقي روحنا بيها. اهلنا الطيبين. زين بما ان احنا اغاني ورانا، فاي مطرب مفضل عندك؟ يعني فؤاد سالم اكيد. اوه زين. ورضا الخياط. انت اي مطرب مفضل عندك؟ اني احب اسمع ناظم الغزالي. واو حلو. انا قلت اكو طفره فرق بينك وبين ابد. لا طلع لا اكو تشابه بين. لا لا احنا قلت لك احنا عائله كلش نحب القديم، نحب نواكب التطور الحديث. اوكي بس عندنا البصمه القديمه. لا جيد. زين شوفين هاي الاجواء البغدادية الصباحية حلوة ويا عوائلنا الكريمة؟ طبعا اكيد حلوة. حلو الاختلاط المجتمعي بين الطبقات الغنية. يعني هنا موسيقى، هنا غناء، هنا شعر. يعني طبعا طبعا احنا انولدنا بوسط الثقافة. احنا اصلا اهل ارض الثقافة. صح. من زمان قلقامش وقبله وجاي. صح. احنا انولدت الثقافة عندنا، تطور عندنا. زين موظفة لو ربة بيت؟ لا موظفة. بشركة أهلية يعني. قطاع الخاص. شلون القطاع الخاص؟ ضمانات القطاع الخاص؟ لا مو ضمان. لا أكيد ما بي ضمان. ما بي ضمان. لا طبعا. ماكو قانون يعني يدعمكم؟ لا 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 ما عندنا أي قانون. الحكومي ما يحمي، القطاع الخاص يحمي. جيد. يعني وضع القطاع الخاص مو بامان دائما. لا هو مو بس القطاع الخاص، ده اقول لك الحكومي والخاص يناتهم. والله الحكومي يعني موظف دوله ما يقدر. لا 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 بصوره عامه يعني القطاع العام والخاص يناتهم صفر. صح. ما بيها ضمان للمواطن. مرحبا. زين شو صار منك؟ خالتك. تبين تطلعين خالتك دائما؟ طبعا. زين متع بيها خالتي؟ فرفريها هواية؟ اي دائما يعني انه وياها اطلع و طالبة لو شنو؟ طالبة. يا مرحلة؟ سادسة اعدادي كملت تقريبا. كملتي سادس؟ منتظرة النتائج. منتظرة النتائج. ايش قد معدلك؟ تعرفين بعدك؟ لا منتظرة النتائج بس. بدون ذني يعني انا اساسا يعني كنت مأجلة درسين. زين. فبدون ذني درسين 99.6. 99.6؟ ايش منتظرة الان؟ منتظرة النتائج؟ ان شاء الله طب العام. طب العام؟ اي تدخل طب العام. كم بوينت بعد لل 99؟ ايش قد؟ لا فوق ال 100.
تقريبا انه يعني بديني درسين، في حال انه اذا جبت 100 راح يصعد معدلي 100.8. لازم 100 100 مو صح؟ طموحك وحلمك شنو؟ يعني دكتورة إن شاء الله. دكتورة؟ أكو تخصص ببالك معين لو عام؟ جراحة. جراحة؟ جراحة وبنوتك كيو وثبتك تقصين وهاي زين، يعني صار عندك جرأة أنه تتعاملين مع العمليات؟ جيد، منكم موفقين، صباح الخير عليكم مرة ثانية. تسلم. ويا رب إن شاء الله يوم جميل علينا وعليكم إن شاء الله وعلى كل العراقيين. منك موفقية دكتورة، شكرا. تسلم. شكرا جزيلا. صباح الخير استاذ، شلون الصحه؟ الحمد لله وشكرا. حياك الله، الله يحفظك. الله يحفظك. شلون صباحك اليوم؟ والله صباح جميل ان شاء الله، صباح عراقي جميل ورغم الماساه اللي نعيشها. ليش ماساه يا استاذ؟ لا هي ظروف شغله السياسه وشغله الحكومه وشغله والله يعني هسه خلص بدات تشكل الحكومه افتخار. كنت مقتنع بها حكومه تشكل بوجود صبات يعني بكل دول العالم. يكون المنتخب الناس تريده وتحبه وتصفق له، انا مو اجي شكل حكومه اخلي هنا صبات وهنا قواطع وهنا كذا. هاي المشكله يعني انت تقول تشكيل الحكومه صار بجو صبات. اي يعني اذا تشكيل اي اذا تشكيل خاطئ يعني اذا كيف تعترف بحكومه؟ يعني يعني حكومه تابعه للدوله. احنا شو وقت نصير تابعين نروح؟ لا مو انا سبب وانا راح بقصيدة أبين لك حياة العراقي. يلا نسمع بعد أحسن. بخيوط الشمس قم تلظم الحالوب وسنين قضن حالوبة حالوبة ركضت العمر لآخر نتك بالحيل مرة أسحب شهيق واختنق نوبة ما بايك خبز حتى أسأله التنور أدري بيه شور يمتلك حوبة وارجف للصبح تشهد عليه السنون وما بايك نفط حتى أسأل الصوبة أنا رأيت لي بوقف فتوى من معصوم ما تبقى على قصتي حال مكتوبة أنا رايد لي ثورة يقودها مذبوح مو أني أموت ويترسي جوبة أنا بهذا العمر وصواتي خارج صوت لأن من الزغل حريتي مسلوبة إش ماسي لو علي يلقوني خارج ديل خارج ديل ما صرت بدبر عاقبتي مهيوبة أنا لو ميت رضيت وباقع الحال بعد نشتم هو فاتحتي منصوبة. أحسن بعد أحسن بارك الله بعد كلمات قوية الله يسلمك وبسامرك قوية. هي مو مسألة بسامي الأستاذ هي لا رسالة واضحة رسالة. أعطيك رسالة ثانية عندك وقت يلا يعني. أسمع أما وطني عن الوطن؟ أي على الوطن اعتيادي على الوطن يب. على الوطن مرات الشاعر تكون الذاكرة. أي لا هي لا بس ال ال شوي المطلع مالها المطلع مالها زين يلا يلا ناخذ من وقتك خليك ويانا. صباح الخير استاذ خليك يمي. شلون الصحه؟ شلونك عزيزي؟ صباح النور عليك وعلى الشعب العراقي اجمع. الله يسلمك. انا ادري بيكم انتشارنا انتم يعني عراقيين قبل نكون تشريني. هو تشريني عراقي اصيل بس ما اريد نحجمهم عراقيين تشريني خرج بهذا الفتره هو تشريني الاسم الاهم العراقي. طيب شلون ردود الافعال عندكم بما انه شكلت بدايه انتخاب رئيس الجمهوريه وتكليف رئيس وزراء وقادم الايام تشكيل الحكومه؟ احنا كنا مساردين من السياسه بس هم صيدنا بصراحه يعني الموقف العراقي تشريني واضح على مدار هاي 20 سنة ما بتغيير نفس الشيء الوجوه نفسها ما في شيء جديد نفس القمع نفس القتل نفس الإقصاء ماكو حرية كل شيء بلد تايه ماكو تعليم ماكو ثقافة فالموقف هو ثابت سواء كان رئيس وزراء اللي إجا أو قبله أو كلهم نفس الشيء يعني هو اجى بمحاصصه واجى عن طريق الاطار واللي قبله اجى اتوافق عن طريق مثلا مالك اجى عن طريق التيار وذاك اجى عن طريق فلاني فماكو واحد يجي باختيار الشعب اجى بمفوضيه انتخابات غير نزيهه واجى بضغوطات واجى بتوافقات داخليه وخارجيه فماكو رئيس وزراء نقول عراقي حقيقي حتى نقول له تعال يا رئيس وزراء احنا ندعمك نوقف وياك البعض يتصور انه تشريني هو يريد يحطهم ويريد يخرب لا هو تشريني يبحث عن الهويه الوطنيه هو عراقي زين خرج من رحم المعاناه. خليني اسالك عن تشرين بما انه جنابك حدثت عن
انه اهميه الموقف الخاص بتشرين، لكن اكو ناس غيرت مواقفها وبدلت جلدها في تشرين. يعني بصراحه هذا جدا طبيعي، مثلا اخذها من باب الانتفاضات العالميه اللي حثت، ومن باب الثورات تشرين هي انتفاضه، تشرين انتفاضة تقود إلى الثورة، ما وصلت إلى الثورة انتفاضة، ولكن حجم المعاناة خلتها في خانة الثورة. تشرين انتفاضة اشترك بها الكل، اليوم اللي بدل جلده والمتسلق طبيعي جدا، اكو ناس هي اساسا من بدايتها هي رخيصة، ممكن تروح للأحزاب، فهذا اللي راح مثل اللي تغربل، يعني هذا بقى ثابت على وطنيته ويطالب بعراقيته ويريد تغيير شامل، وذاك راغرة الأحزاب بأموال، فجدا طبيعي اللي راح هو ممثل تشرين. ورسالة مهمة، كل شخص يتحدث باسم تشرين، حراكات غيرها، تنسيقيات، أي شيء هذا اللي يتحدث باسم تشرين لازم يحمل هوية تشرين الحقيقية، هي التغيير الشامل والهوية الوطنية، ويروح لي يعمل مع رئيس الوزراء ومع المستشارين، وهو يجي يقول لك أنا تشرين. لا عزيزي، أنت دخيل على تشرين، أهداف تشرين هو التغيير الحقيقي، غير هذا أي واحد يروح مع رئيس الوزراء فهذا نفتح له دكان، حالة الدكاكين لنفتحة التشرين. حياك الله، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم ان شاء الله حياه سعيده للجميع. حياك الله، شكرا. ذكرتنا استاذ، ذكرت. يلا نبني يقينا سر في الامر. فنحن كلنا نعلم، جميع الناس من طين. سؤال جال في نفسي، لماذا نسكن ارضا اذلتها السلاطين؟ اناديها بلاد القدس والحرمين، اناديها بلاد النيل والاهرام، اناديها بلاد المجد والاعراق، وجنات الفراتين وروضات الإمامين، وما بين الإمامين ملاذ يشبه الفردوس، أناس تشبه الأشباح تطوف كالمجاني. يقين السر في الأمر، حروب تغزو أعماقي، حرب بين أجدادي، وحرب بين آبائي، وحرب بين أبنائي، وحرب بين أحفادي، وحرب بين أجزائي، وحرب بين أشلائي، فنصفي يكره نصفي، وكفي يقطع كفي، عراق يقتل نفسه، حزب يعلن الثورة، وحزب يعلن التغيير، وحزب يخطئ التفسير، وحزب ينقض الفتنة، وحزب يلعب اللعبة بلا عرف ولا ديني. يقين السر في الأمر، وأدخل سيطرة التفتيش، وأخضع كل للتفتيش من الألف إلى الياعي، وأستعرض هوياتي بطاقاتي، ويخطف حامل العبوات يمر كالفراشاتي. يقين السر في الأمر، صح والله، ونلعب لعبة الكورة، ونخسر مرة أولى ونخسر مرة أخرى، وقلنا آه يا يونس، ويونس كان مظلوما محارب قاب شوطين، ويترك يونس اللعبة، متى يفوز تأتيني، فكان الخصم خسرانا ويعطوه الجزائين. وأدخل مجلس الفوضى، أدخل دون لا تعلم كلاب من ذوي المرضى، وشخص من هو الجاني، وشخص من هو السمسار، وشخص من هو الخائن، أفضع حقبة الأخبار، وشخص باع الموصل ومن دل على الأنبار، وشخص باع الجولان، وشخص باع سينا، وحي من عبر بالريف، أذبح من ذبح تشرين، واستحضر صلاح الدين، ويكسر شوكة فيلب، وريد شرد يسحب قومه، ويعدم سالب الأرواح ما بين الفراتين، ويعدم حاكم الزنقة، ويطرد حاكم النيلي، وتبقى زمرة النفطي تمجد صاحب الفيلي، وأدعو منذ أعواما وجيش الله لم يحضر ويرميه بسجيلي، فوحشي يقتل حمزة، وهند تأكل كبدة، وعيسى يصطب حيا، وكبش يفتد اسماعيل، وقمر تحرق ابراهيم، وسبع تاكل سبع عجاف كالملاعين. يقين السر في الامر، وغاصب يقتل لعبه لطفله اسمها بلقيس، ويحلب اختها سلوى، وكان عمرها 10، وماتت بعد عامين. هنيئا هكذا موت لطفله في الثمانين. نصلي خلفها جمعا، فجمع يزدل كفيه، وجمع يكتف كفيه، وجمع قلد الاثنين يبسبس كالشياطين. يقين السر في الامر، نبايع صاحب العصر ونتبع ورا العين. احسنت والله، انا قاعد اريك اصلا بكلامك بعيد تاج راسي بعد عمري، مو هي هاي الاوجاع، يعني واحد شلون يطلع حق قصيده. الاسم الكريم استاذ الشاعر ياسر المنسي، مدير اللجنه الثقافيه بمؤسسه المؤسسه. اتشرف والله، ندعو كل الشباب بالاخص الثوريين الوطنيين ان يسمعوك. تاج راسي بعد عمري، وشعرك برساله. الله يسلمك، واحنا من نبيكم، وانت شوف بعض البرامج اللي قدام، لا تقرا فلان قصيده، لا تقرا فلان قصيده. ايه. المشكله هناك يهمشوك، انت ايش تقرا؟ تقرا سطحي تقوم، اما الشعر القضيه لا يختلف. احسن، قضيتك حلوه، الله يسلمك، قضيه وطن، ونشكرك. تاج راسي، اتمناك موفق يا استاذ. جزيل الشكر. شكرا جزيلا، شكرا. تحياتي الى الفلوجه والرمادي. ممنون جزيل الشكر، حياك الله. صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم ورحمه الله. عندي مناشده بخصوص بعض الجامعات، نعاني من سوء بالخدمات، ومن ضمنها النظافه وعدم تواجد الكافتريات،
والنظافة أيضا وسوء الخدمات. هذه الجامعات الحكومية ولا الجامعات الحكومية؟ حكومية. الجامعات الأهلية لا تكون متفوقة من هاي الناحية. وأيضا نعاني من ارتفاع أجور الدراسة، يعني بخصوص الدراسة المسائية ارتفعت الأجور لها 2,000,000 وتقريبا ربع. وأكو يعني للرئيس الجامعة عنده صلاحية يقدر يخفضها، ولكن طلعوا أغلب الطلاب مظاهرات وما صار أي شيء. يا كلية أذكر اسمي؟ أذكر ما عاد مشكلة. جامعة كرخ للعلوم. جامعة كرخ للعلوم. للعلوم. ما يعني مشكلة عندكم بقضية الأجور أهم شيء؟ الأجور بس أكو يعني طلاب حالة المواد عندهم شوية يعني منخفضة، بس أتوقع إنه سهلهم إن شاء الله التخفيض. ونعاني أيضا أكثر شيء نعاني من سوء الخدمات. زين يعني حكومية المسائي 2,000,000؟ 2,000,000 يعني. مسائي حكومي. والموازي الموازي لا من التعليم الخصوصي. الأهلية أقل من عندكم يجوز، إذا مو نفس الشيء أنتوا والأهلي. نفس الشيء تقريبا إحنا والأهلي. يعني كارثة إذا أنت سعر الأهلي قصط بالسعر الحكومي، هاي كارثة. لأن إحنا إذا ندعم الجانب الأهلي يعني. حياك الله، شكرا لك، وأتمنى لك صباح جميل ومناشدتك وصلت. ونشوف بقية الناس ثانية. أشكرك، حياك الله. حسن، نتحدث مع المواطنين بكل ما يعني يشمل كلامه ومناشدته وحديثه، والصوت واصل من صباحه إن إلى السادة المسؤولين. صباح الخير. صباح النور يا أهلا. أهلا وسهلا. حياك الله. لبنانية؟ أي لبنانية. على رأسي. سائحة عمل؟ لا، أنا بشتغل هون بقناة الأنبار. قناة الأنبار الفضائية زميلة شو؟ مقدمة برامج؟ أنا مقدمة برامج ومذيعة أخبار. مقدمة برامج براديو العراقية ومذيعة أخبار بقناة الأنبار. جيد. العمل الإعلامي العراقي سهل أو صعب؟ لا، سهل وحلو كمان. حلو كمان؟ زين، أنت مشتغلة بلبنان؟ لا، اشتغلت لبنانيه. لا اشتغلت بس باذاعه بسوريا. طيب لبنان ما اشتغلت ابدا، يعني انا من تخرجت طلعت دغري للعراق اشتغلت فيه. يعني اول محطه اعلاميه تشتغلين بها بالعراق؟ اي اكيد بالعراق. طيب الاعلام العراقي سالتش عنه سهل او صعب، لانه اكو تحديات سياسيه عند العراق. الاعلام العراقي مرتبط بمواقف سياسيه. صحيح، خاصه اذا كنتي مقدمه محاوره سياسيه شوي اكو صعوبه. لا يعني كمحاور لازم يكون حيادي، الاعلامي لازم يكون حيادي ما يتبع اي سياسه، فهذا الشيء راح ما يعمل له مشاكل لا بالشارع ولا بالمكان او المؤسسه اللي هو فيه. صح. زين، شنو الشيء اللي شفتي بالاعلام العراقي صعب؟ يعني شفتي شيء هسه قلتي عن الحلو مميز، الشيء الصعب والتحديات العراقيه شنو؟ السياسه اللي بتتبعها كل قناه تقريبا، ما في اعلام مستقل ما عدا العراقيه طبعا، القناه الام او الاذاعه كمان الام هي الوحيده اللي راح تكون مستقله. اما الباقي لا، كل واحد بيتبع حزب معين او كذا، خاصه بعد 2003 بعتقد. قبل كان مسار الاعلام واحد للعراق، لكن بعد 2003 صار الانفتاح والمؤتمرات اللي صارت ودعوه للانفتاح الاعلامي، فصارت لا يعني كل حزب بيقدم للمجتمع صورة مختلفة عن الثانية، يعني ما في كلمة موحدة بالإعلام العراقي. قدمين برامج اجتماعية أو سياسية؟ قدمت أنا سياسية بقناة الاتجاه، وقدمت كمان برنامج سياسي بقناة الإشراق، قدمت أخبار بقناة آسيا، وسياسي وأخبار كمان قدمت، واجتماعي بقناة بلادي. أيهما الأجمل، الاجتماعي لو السياسي لو الأخبار؟ لا، السياسي. السياسي. ليش عجبك اختارت السياسي؟ ما بعرف، يمكن أنا لأنه بدايتي مطلعة. قد تكونين سياسة، تتابعين سياسة؟ طبعا أكيد أكيد. شلون لبنان؟ حلوة. حلوة لبنان. وضع هلا شوي تعبان. هسه أنت صحفية بالعراق، تعملين بالعراق، وش تعلمتي من اللهجة العراقية؟ شكو معكو بس. ها زين، الأكل شنو الأكلة اللي حبيتيها؟ اللي حبيتها؟ أكيد الدولمة، واللي ما بحبها خالص هي الباشا، وما بدي أجربها أبداً. باشا؟ يا مرة، هذه الباشا أكلة عراقية بحتة أصيلة. إي صح. ها؟ إي، رغم رفقاتي دايماً بيقولوا لي لازم ندوق إياها، بس أنا ما بقدر. زين، يعني تطبخين أنت هسه؟ إي طبعاً. زين، ما تعلمتي طبخة عراقية حلوة؟ لكن كيف؟ أنا صار لي 10 سنوات مقيمة هون في العراق. حلو.
متزوجة لو لا؟ لا لا ما متزوجة. إن شاء الله تتزوجين عراقي لو ما رايدة عراقي؟ يعني إلي فخر وبالأخير كله اسمي ونصيبي. أنت عاشرتي 10 سنوات العراقيين، فتنصحين بالزواج من العراقي لو لا؟ أي طبعا. أي العراقي دايما يكون عنده غيرة وشهامة وكرم يعني، وهي العروبة الأصيلة الأخلاق اللي يمكن ما بتلاقيها إلا بالعربي الأصيل، بتلاقيها هون بالعراق. الاسم الكريم؟ الأعلامية زهراء محمد. زهراء محمد. زهراء. شلون الزهراء؟ الحمد لله. احنا تواصلنا هواي بس ما ملتقين. ها. أنا أحمد الحاج. ها أهلا وسهلا. حياك الله. احنا متواصلين سابقا لكن ما ملتقين. شلون صوت حلوة؟ إي سبحان الله، أول مرة بشوفك الله يخليك. هلا نورتيني زهراء. شكرا. امبارح بعتت حكيتني تليفون. اتمنى لك الموفقيه زهراء. شكرا كثير يا احمد، كلك ذوق. غدي على راسي، معي رفقاتي بجيش الانسانيه فعاملين اليوم جوله. اتمنى لكم موفقيه. شكرا كثير، كلك ذوق. واسعدني لقائك بصراحه. شكرا كثير احمد، يخلي لك. هلا زهراء، هلا عيني. أهلا بكم أحبتي من جديد، عدنا من الفاصل. حياك الله أستاذ، صباح الخير. أهلا صباح. شلون الصحة؟ تسلم. حياك الله. شلون صباحك اليوم؟ والله عسل بوجودكم. الله يحفظك. الحمد لله وشكر أنه أكو تفاؤل عند العراق. والله تفاؤل ويا هذه الزمرة اللي متسلطة على الناس، الأحزاب القومية والدينية ويا الاحتلال الأمريكي. من المستحيل العراق راح يستقر، لأن احنا شفنا القتل على الهوية، التهجير، الفقر والجوع وفقدان الخدمات، العشوائيات، سكن ماكو، عمل ماكو، أمان ماكو بالعراق نتيجة العملية السياسية اللي جابت العراق والعراقيين بهذا المكان، والمسؤول عليها الأحزاب الدينية مال طرفين، الأحزاب القومية الكردية والاحتلال أساساً. فوين الأمن وين الاستقرار؟ وأكثر من 40-50% تحت خط الفقر. ماذا يعني تحت خط الفقر؟ يعني بالمصطلحات الأمم المتحدة وتعريفها أنه الإنسان اللي ما يقدر يطلع له دولار أو دولارين باليوم يعتبر تحت خط الفقر، أي بمعنى آخر أنه ما يقدر يشتري له لفة فلافل، في حين الفلوس والأموال متلتلة للنهب والسلب، خاصة الميزانيات الهائلة والنفط الهائل، وتلقى ناس يقدون يعيشون على القمامة. زين. شلون يتغير حالنا؟ يتغير بإزالة هاي العملية السياسية ودحر الاحتلال. من حيزيلها؟ المجتمع لازم. يا مجتمع. المجتمع العراقي لازم يتوحد تحت راية الإنسانية. زين. وتحت راية مصالحه، لا شيعي ولا سني ولا كردي ولا عربي. تصور المجتمع راح يصل لهالمستوى هذا ويطرد؟ طبعاً هم ما يردون يتخلون عن امتيازاتهم، عن الأموال هذه الهائلة اللي قدامهم. فينطون هذه الهويات المزيفة اللي جابها بول بريمر مجلس الحكم، شيعة هلقت، سنة هلقت، كذا. الإنسان فوق كل شيء، الهوية الإنسانية فوق الدين، فوق المذهب، فوق اللون، فوق العرق، الإنسان أولاً. فإذا المجتمع العراقي يتوحد على الهوية الإنسانية ممكن يخطو خطوات حقيقية بإزالة ذولة. شكراً جزيلاً لك، حياك الله. أنا رشيد إسماعيل، طبعا هيئة للفلوجة، أكثر من 50 سنة أنا مشتغل بالفلوجة. حياك الله. وكنت أشتغل
معهم طبيب بيطري. حلو. وأحيي الفلوجة وكلش أنا أعتز بيهم. أنا رشيد إسماعيل من منظمة البديل الشيوعي. حياك الله. أتمنى أطلع على هذه. صار. ما تقطع شو وقت أشوفك. نتشرف. شو وقت؟ إن شاء الله حار موجود عارضية حالياً. باشر. خدمتك. يعني أنا بث مباشر. تنزل إيه تنزل على يوتيوب تلقى إن شاء الله. آه صباحها هنا القشلة. حياك الله. هسه جاك سالم. ها سالم قاعد تاخذ صورة. يلا خليك كمل الصورة. سؤال ثاني. شفت. هذا يقول شفت. لا هي صعبة بالله صوت. صباح الخير عليك. صباح النور. شلونك؟ والله الحمد لله تمام. فوتوغراف؟ ها؟ فوتوغراف؟ لا هيك صور عادية. اها. هيك والله. شنو شغلك؟ أنا؟ أشتغل كل شيء. ما تشتغل؟ لا لا أشتغل الحمد لله. ليش ما تعلمت قضية مهنة التصوير وتدربت؟ بعرف هيك التصوير. اها. إي. قصدي ليش ما اشتغلت مصور فوتوغراف؟ بالقشلة. بعد شوية بعد. بعد؟ إي بعد. شنو ال القادم اللي تتمناه من رئيس الحكومه من المسؤولين شو تتمنى من القادم؟ إيه شوف كل انسان يطلب طلب بسيط يعني مو ترى ما يكلف عن الحكومه وايد شغله بسيطه تعيين خدمات هذا الشعب يريد تعيين خدمات تريد ترضى الشعب؟ تريد الشعب يحبوك وهاي مثل احسان كشاب ما متعين ولا يا من الله هذا الرئيس الجديد محمد شاع السوداني من راح يفتح هاي التعيينات للشباب يسوي لهم خدمات خدمات الشوارع ابو البلديه يتحرك شوي نظافه البلدنا هاي شيء حلو ايجابي كلش ايجابي انما اذا ماكو نفس الحاله تظل نفس الحاله تتصور نفس الحاله لو اكو هو تفائلوا بالخير تجدوه انا بالنسبه لي يعني ان شاء الله خير ان شاء الله لك يعني نقول الحمد لله وشكر على كل شيء هو ما يصير نحطم معنوياتك ونقول لك لا هو بس يلا هو قصد ما يصير يعني شلون اقول لك احنا ما نريد نوصل المواصل نطلع مظاهرات ونسوي وهاي شباب تموت وهاي الامور يعني تفهم القصد انه حتى المشاهد هسه من يشاهدني خليه يفهم قصدي شنو هو مره يعني نطلب من رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه لا تخلونا نوصل مرحله انه الشعب يتظاهر عليكم الشعب يظل يومي ارض الشعب صح ارض اليوم انت مثل ما تجيب لقمه لبيتك ولاهلك وترضيهم ونقول سكتهم بشيء حلو ايجابي اهلك راح يحبوك صح انت تصير نفس الحاله صير اي مره صير اب يعني لكل العراق اريد كرامه للبلد مريد يا اهلي جسوا العراق ساحه ميدان وحرب وريد البلد هذا مستقر وامان وكله ترتيب الربع احنا انا اليوم اذا احس روحي اسمع الان اذا احس علي اليوم انا عايش ببغداد يقول عايش بدبر شنو يمنع من الرئيس يسوي هالشيء ان شاء الله احنا نتفائل بالخير ان شاء الله الحمد لله وشكر على كل حال والله يحفظ الشعب العراقي جميل من لك الموافقه يا غيور اي ترى حياك الله شكرا جزيلك صباح الخير استاذ شلون الصحه الحمد لله شلون السيد المواطن والله بخير الحمد لله خير الحمد لله الحمد لله شكرا شلون اللي اليوم يهتم به المواطن العراقي والله هو هيك اماكن يعني اتمنى من الحكومه او الجهات المعنيه تهتم بهيك اماكن تراثيه لان هاي مثل العراق مثلا هسه عندنا هواي قصور شيء مسدوده فنتمنى من الحكومه والجهات المعنيه انه تعتني بهيك اماكن يعني انا يوم تعنيت من الفلوجه على هيك مكان لان ارتاح لما اجي هنا ارتاح صراحه يعني. زين يعني انت محب للجو البغدادي؟ شلون لا يعني هو يعني هذا اصل العراق وتاريخ العراق حضاره العراق هي هذا صح عندك القشله عندك هواي اماكن صح اليوم تشوف أيهما أقرب لهاي الأماكن التراثية الرجال أم النساء؟ والله هي بشكل عام يعني مو يعني بس أنا أشوف البنات يعني لأن دفاع أكبر هاي نحو هاي المناطق يعني يحبني أخذ صور ويوثقن ويصورن هو هذا مكان يعني أكثر الناس تيجي حتى تطق صور وتونس مثلا تروح دم الشابندر أو تاكل مطاعم هنا مشهورة قديمة تمام موظف ولا لا؟ لا عاطل عاطل؟ عامل يعني عامل أي. زين هو ليش يسموه العاطل عاطل يعني ما يشتغل ليش يسموه عاطل عاطل يعني مو موظف لا يعمل يشتغل اعمال حره يعني مو لا يعمل احسن مخرج
لا خبنا لا يعمل، معاطل هو تعطيل لكل شيء. نعم. يلا حياك الله. شكرا لك. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. تفضل استاذ. لا حقي هذا. لا دقيقه. حياك الله. صباح الخير استاذ. صباح النور عليك. شلون الصحه؟ الله يسلمك يا طيب. الله يسلمك. اليوم المواطن شنو اللي يريد؟ هو هذا احد اسباب اللي هسه صارت قدامي. ايوه استاذ منك. ها؟ استاذ منك. انا عندي عائله ذي يقول. المهم. اي نعم. شنو الاشياء الاساسيه اللي يريدها السيد المواطن من رئيس الوزراء القادم؟ يعني احنا بات الموظف المواطن العراقي لا يعرف حقوقه من واجبات الدوله عليه. يعني تجي فتره الانتخابات يقنعونا بالتبليط والمحولات الكهربائيه، غير هذني ما تشوف اي انجاز بالنسبه لنا. يعني للاسف الثقافه عند المواطن غيبت تماما. يعني قام يشوف التبليط وهذني هذني احلام. اي هذني احلام واقع بدونهم ما يقدر يعيش. للاسف يعني غيبت هواي حقوق. هذني المفروض ما يسولفون بها الساده المواطنين. انا دائما اقول بس هي حاجتهم لها خلتهم يسولف فيها، ولا هو هذا واجب الامانات انه تبلغ. وللاسف احنا شعب يدرس الحقوق وحقوقه ضائعه. يعني اغلب الكليات تدرس الحقوق، والديمقراطيه المفروض هي حكم الشعب. تمام. تشير الى الشعب مطالب توفر. صح. يعني هسه احنا بس تعبر الحدود صح ولا غلط تحس فرق، تحس نفسك يعني غير جنسيه. يعني اغلب المواطنين يعني تخلى عن جنسيته في سبيل يلقى المتنفس حقوق، يبحث عن مواطنه. اها احسنت. مو احنا مفقود المواطنه عندنا؟ الهويه مفقوده 100%. فبالتالي من يعيد هذه الهويه؟ والله انا يعني دائما عندي اليابان مثل انه باتت من جيل جديد. يعني قنبله هيروشيما وناكازاوا يعني بدأت من الأساس، بدأت من جيل جديد. وأتذكر قبل كم سنة هم احتفلوا قبل 10 سنوات أنه ماكو أمية، اختفت عندهم الأمية وهم بدأوا من الصفر. يراد أنه هواية حتى نوصل اليابان؟ يراد أنه هواية. شنو أوجه الشبه بين المجتمع الياباني والمجتمع العراقي؟ أكو فد نقاط شبه؟ ماكو، للأسف ماكو. ماكو. واكو برنامج يعني حتى اذا متابعه ام الخواطر يسميه كوكب اليابان. كوكب صح ولا غلط؟ معناه حتى يعني خرج من خرج من الكره الارضيه. تمام. ويستحق ان يسمى كوكب. شكرا جزيلا. حياك الله. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحه؟ الله يخليك. شلون المواطن العراقي؟ والله جبناها ضيم بضيم. ليش؟ وضعيه خير من الله واموال هوايه وبلد نفطي. وين النفط؟ هسه انت حكيت على طهر النفط. وين النفط؟ موجود؟ وين موجود؟ عندك انت واحد من الناس هسه انت كمواطن عراقي عندك حقوق بالنفط؟ اي عندنا. وين حقوقك؟ بيعطوك راتب؟ دا يعطوك راتب. وين الراتب؟ دا يعطوكم رواتب رعايه؟ وينكم؟ لحد الان نروح للرعايه الاجتماعيه يقولون ما قررين الموازنه، زين الموازنه شو كنت تقرر على هذا الحكي؟ صح لو مو صح حكي؟ صح. بعد وين النفط؟ احنا دنبيع كم برميل دنبيع؟ خير من الله. خير من الله. مدى ينزلن؟ دا يصعدن؟ مدى ينزل؟ وين؟ وين الفلوس؟ لا ميزانيه عندنا، لا دوله عندنا، البلد منتهي البلد، منتهي لا معنى كلمه. صح. شو تسوي؟ املك بالقادم شنو؟ شو تامل؟ ان شاء الله القادم افضل، ان شاء الله الحكومه تتغير، تجي حكومه احسن من يعني العراق ما يساري يصير فيه. ان شاء الله تجي حكومه تعدل النظام كله. ان شاء الله. ان شاء الله. هناك موافقين ان شاء الله والحياه السعيده. حياك الله. شكرا جزيلا. صباح الخير. صباح الخير. صحة. الله يسلمك عنك. الله يحفظك. اليوم مواطن شنو اليوم؟ آراء وكذا بالقادم، رأيه بالقادم. والله احنا بالنسبة للمواطن احنا كأغلبية صامتة نمثل أغلب الشعب العراقي. احنا صار عندنا إحباط يعني بصراحة. يعني عندي انا مثل احكي لك عن نفسي، انا خريج كلية وولدي وبناتي ايضا خلصوا كلية وخلوا شهادتهم على الحال. يعني ماكو هسه انا كعراقي اداعب حقي يعني دينار واحد ما يطلب لي بالشهر. ماكو. زين.
اجتنا هاي الحكومة كنا نستبشر خير يعني، بس الظاهر خدمة لمصالحهم والأحزاب مالتهم والنظرة الضيقة. للأسف جابونا الديمقراطية مزيفة من بعد الاحتلال، وهم يصورون أي واحد عنده قوة أو حزب هو اللي مسيطر على البلد. أكو تنافس بيناتهم بين الأحزاب، بينما هم المفروض يتحدون على كلمة واحدة اسمها العراق. العراق عندهم هاي المعايير اللي انت قاعد تقولها، ما يفكرون بالله لا لا ما وطنية ما يعني جربناها من 2003 لحد الآن ما شفنا يقدمون خدمة للوطن أو للمواطن. يعني على الأرض ماكو، ما شفنا يعني مثلا بناء أو عمار أو مثلا يراعون الخريج الفقير، هاي ماكو شيء. هم يتصارعون على المناصب، وللأسف رضخوا للتقسيم الأمريكي هذا اللي قسموا العراق بموجبها إلى مكونات. المفروض ما احنا كعراقيين تجاوزنا هذا الشيء، ما نحكي هذا من يا طائفه، كنا عراق واحد وهسه وبعد نبقى عراق واحد. تمام. يعني امريكا قسمت الى رئاسه الجمهوريه للاكراد، خط احمر يقولون خط احمر، هي شنو عرف صار يعني القران. انا اشكرك فقط. الخطوط الحمراء في العراق كثيره، وان شاء الله يا ربي يعني هذه القضايا الخاصة بتيجان الرأس تنتهي ويبقى تاج رأسنا العراق، وهو الأهم، العراق فوق كل شيء. من القشلة نختم حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم على الحب والخير دوما، في أمان الله.